يعني ظل وقفة احتجاجية أمام العمل اليوم يوم الاثنين. السلام عليكم. عليكم السلام. صلى الله أخويا. شنو هو المشكل؟ أخويا إحنا كان عليهم المشكل ديال الطريق والابيلانس والترونسبور. عندنا دري صغار أخويا كيمشيو بالغيس كيمشيو حتى للمدرسة. تصور أنت دري ولدك دري صغير واحد غيمشي نقي واحد غيمشي في سبرديل تمو سخل للقيس ما غيقراش ما غيقراش ما كي ما كي لا بحال السيوفة عندنا اخويا الامن اخويا ما كنشوفوش عليه. يعني كيفاش نقول لك كاين كنوقعوا كتوقع كريسه جات تما كيجيو يطلعوا لهنا الامن كيقول لك واخا حنا نديرو خدمتنا ما كيداش من داكشي كيبقى يعني ديما عند وعود كاذبه كما كنقولوا. واش كاين حالات ديال الاعتداءات على المستوى كاين تما جوج الحالات تكريسه جوج الحالات في شهر ولا في لا مفوتين تقريبا بيناتهم مفوتين جوج الحالات كتعيطوا للبوليس ما كيجيوش لتما كاين عمري انا لابيلانس انا عيطت ليها الخوادريه ديالي كانت مريضه لابيلانس عمرها ما جات. نعم. انا اختي كانت مرضات وطلعناها في تريبورتو. اذن كاين المشكل ديال الطريق اللي قلتو اي مشكل ديال الطريق حنا كنعرفو المشكل ديال الطريق والبنيه التحتيه الطريق والوادي الحاج مازال كنخدمو كم خدمو الطريق تاكسي كتقول له بالله كتقول انت باقي الشهر ما كتوصلش ما الشركه تاكسي كتدخل ب 500 درهم واحد الحاله اللي ما تاكسي كتدخل ب 25 درهم 25 درهم تقول لك انت باقي مازال قبل ما يبغيش يدخل ما كتبغيش ما يبغيش يدخل 25 درهم في الليل 25 درهم باش تدخل والبنيه دابا اربعه البولات عندنا خاسر وما كاينش الا راه العمود التزيني ديال الشاي زايده.